تلميذ ضابط صف السنه الثانيه لهاد لي طارق من مركز التكوين البحري الملكي بالدار البيضاء. أنونسا واحد الاعلان في التلفازه وفي وسائل التواصل الاجتماعي ديال الخدمه العسكريه. دفعت في السيت وحتى لواحد الناريات ونتلقى واحد الكونفوكاسيون في البواط ايميل ديالي، وفرحت بزاف وقررت انني نخوض ديك التجربه. الخدمه العسكريه كانت مقسومه في على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى مرحله تكوين عسكري محض في الاسس والانضباط العسكري. تلقينا بزاف ديال الانشطه، من انشطه ترفيهيه ثقافيه رياضيه وعسكريه. من بعد كندوزو للمرحله الثانيه الا وهي مرحله التخصص. المهم خدينا واحد الفورماسيون اللي مزيانه بزاف بالمساعده ديال الكادرومو اللي كانوا معانا. ثلاثة الخدمه العسكريه عطاونا واحد الشهاده ديال المواظبه وحسن السلوك مرفقه بشهاده ديال التخصص اللي كنت داير. كانت عاونتني بزاف ديجا دفعت بهذيك الشهاده، عيطوا لي شي ثلاثه الشركات تقريبا. واحد النهار ياش كنقلب في لابواط ايميل ديالي كنلقى كونفوكاسيون واحده اخرى من مركز التكوين البحريه الملكيه. ندخل بروشبه تلميذ ضابط صف، تلقيت واحد التكوين نظري في مجالات الملاحه البحريه. كنت واجد دابا في ورشه الملاحه والتدريب البحري. هذه الورشه هذه اللي التخصص ديالها هو الاعمال التطبيقيه في مجالات التاليه، مثلا الدفاع الجوي، الدفاع السفن فوق السطح، الدفاع ضد الغواصات، التكتيك البحري، والحرب الالكترونيه. الافاق اللي عندنا في هذه المؤسسه افاق ما محدوداش كاع. كيف ما قلت انا دابا في السيكل سوز اوفيس، نقدر ان شاء الله ندوز للسيكل ديال اوفيس. كنداء او كنصيحه او كرساله نقدر نوجهها للشباب انهم ما يتخوفوا من حتى حاجه. كدوز الفورماسيون في اعلى الظروف واعلى المستويات وتلقى جميع الامكانيات اللازمه باش تمرض هذه الخدمه في احسن الظروف. الخدمة العسكرية مفخرة وطنية وآفاق واعدة.